ومتابعينا الكرام، وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي فيديو جميل جدا دعاء شفناه كثير وحابين نعرضه عليكم، اللي هو يا رفاقي ودعوا شهر الصيام، فيه هيك نشيد لطيف جدا. راح أترككم مع أجواء هذا الفيديو، خلينا نتابع مع بعض. ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام، واسألوا الله قبولا في الختام، ودوام الفضل ما نيل المرام. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا، أسفا على الأمن الذي عودتنا وصنعت فعلا لا يزال جميلا. يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام، واسألوا الله قبولا في الختام، ودوام الفضل ما نيل المرام. يا رب دوام الفضل مع نيل المرام. يعني ما شاء الله صوت جميل. والغريب يا رانيا انه هو بينشد في مكان عمله بلا مايكات ولا اضافات، ولا ما بعرف يعني انه التقنيات مش موجوده، ومع ذلك صوته جميل وقوي. ما شاء الله. ممكن يكون في سر في الموضوع، ما بعرف، هذا بدنا نخليه للفنيين وال ممكن. تمام. طيب في عندنا في كمان بنفس السياق كمان نتابع هالفيديو الجميل. يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام، واسألوا الله قبولا في الختام، ومنال الخير مع نيل المرام. فودعوا ثم قولوا له يا شهرنا منا عليك السلام. فودعوا ثم قولوا له يا شهرنا منا عليك السلام. ويا شهرنا منا عليك السلام يا رب، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم يا الله آمين. ولا تحرمنا فضل هذا الشهر الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. ومشاهدينا هاي المقاطع صراحة جميلة ومؤثرة. نعم جميلة ومؤثرة، ويتم تداولها كثير الآن على يعني الواتس، وبتوصلنا من أكثر من حد. صحيح. يعني أنا صراحة ما بحتمل أسمعها كثير. طيب بدنا نروح للطفل اللي يؤذن بصوت جميل داخل الحرم، يعني هالطفل معجزة، خلينا نشوف. يلا هدي هيا لسلام.
يعني الله يجعله إن شاء الله هيك من المؤذنين في المستقبل. نعم. وطيب أنفاسه. يعني لاحظتي دعاء يعني نفس صوت مؤذن الحرم. صحيح. ما شاء الله. يعني صحيح. طلع نفس خلينا نقول الغنة وال. نعم. يعني مخارجه سليمة، اللحن جميل جميل. هو الناس حوله إذا لاحظتي عم بتصور. مين بيصور؟ وأجواء الحرم هنا القمة في الموضوع. ما شاء الله. نعم. نعم. ننتقل لفيديو آخر متابعينا الكرام، ومقطع فيه من الجمال. يعني يحدثنا هذا المقطع عن عزة النفس وقوة العزم عند الشخص الشايب الجميل، وابتسامة، وفيه من اللطافة والدعابة وحسن تربية العسكري داخل الحرم المكي دعاء. خلينا نتابع مع بعض ما ألطف هذا المقطع. هي بدنا نوجهها للعسكري ورجل الأمن اللي بالحرم، اللي رغم كل التعب اللي عليهم وكثرة الناس، وخاصة هذا الموسم عدد المعتمرين كان كتير كبير، إلا أنه شوفي طولة البال والمحبة اللي بيتمتع فيها، وقديش إنسان محترم بتعامله مع المعتمر. كأنه بده يحمل هذا الشخص الكبير، يعني بده يحمل منه الكيس. كأنه فهو برضه الشخص ما رضي يعني. صحيح. صحيح. فتحية لهم وربنا يتقبل منهم الطاعات. آمين يا رب. والآن مباشرة لسؤال الصفحة رانيا ومشاهدينا، وتهنئتكم لمن تقدمونها في العيد السعيد. خلينا نشوف مع بعض مين بدأ بتهنئته من متابعينا على الصفحة. مالك أبو شندي بيقول كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله الطاعات. أهدي بطاقة تهنئة بحروف ممزوجة بمعاني الحب والود والارتقاء بتهنئة من القلب بمناسبة عيد الفطر، أولا لوالدي حفظهم الله وأطال الله في أعمارهم، ومن ثم إخوتي الغاليين، زوجتي، أولادي الغاليين على قلبي، ثم أهدي كادر هذه القناة الرائعة بأروع بطاقات التهنئة. الله يبارك فيك يا مالك، وإحنا كمان بنهدي لك ولكل من أهديت تهانينا، وأيضا يتمنى مزيد من التقدم والازدهار للقناة، ثم يهدي كلمات الفرحة والسعادة لجميع قلوب المسلمين. ونسأل الله أياما نرى فيها تحرير المسجد الأقصى، ونسأل الله أن يمد في أعمارنا ويكتب لنا صلاة فيه يا الله. مالك ربحي أبو شندي، وشكرا لقناة اليرموك. هو منشن كأنه أو مؤشر لمالك. ورسالة أخرى من إمسامي الحوامد بتقول إلى خواتي، زوجي، أبنائي، وإلى كادر بيتكم عامر، الله يسعدك يا رب. بتقول تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم، وكل عام والأمة الإسلامية بخير يا رب. آمين. ويسعدك يا إمسامي، وإنت بألف خير يا رب، وحبابك بخير. أيضا من ضمن المعلقين سارة شبانة بتقول كل عام وأهلنا بغزة وبالقدس بألف خير، ينعاد عليهم بالنصر والتحرير، ويكتب من نصيبنا زيارة فلسطين المسجد الأقصى والصلاة فيه كل عام، وجميع أمتنا الإسلامية بألف خير يا رب. وإنت بخير يا سارة شبانة. ونشوف رسالة أخرى متابعينا الكرام من عبير فوزي بسومي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أول شيء بهدي أحلى التهاني والتحية لكل أسرة برنامج بيتكم عامر، قناة اليرموك الفضائية الرائعة، ولك أيضا بارك الله فيك التي تقول التي استطاعت من خلالها جميع أفراد الأسرة في الشهر المبارك على شاشة التلفاز، والاتفاق بيننا على متابعة برامجها ساعة الإفطار، فكانت بديل رائع عن أي قناة أخرى سيما القنوات التافهة المبتذلة. وأهدي التهاني لأسرتي، زوجي، أولادي، والدتي، تاج راسي، إخواني، وكل فرد من أفراد العائلة، ولأهلنا المرابطين الصامدين في فلسطين، ولجميع المسلمين أعاده الله علينا وقد تحررت مقدساتنا والتم شملنا وحرر أقصانا، أعاده الله علينا ونحن هادي قول بال. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير وأنت بخير يا عبير، بارك الله فيك. يا عيد وفرحنا و...
وامسح دمعا وازل حزنا، قم نادي اهيل الخير عسى الفضل يكونون الاحنى. يا جائزة الرحمن أتت من بعد الصوم وما قمنا، يا فرحة قلب مكلوم بقدومك روحي تتهنى. يا عيد وفرحنا. وأكيد هناك العديد من الرسائل، نتابع معكم متابعينا الكرام برسالة جديدة، ومن خلينا نشوف الرسالة القادمة من مين رح تكون. وام حمزه شقيرات بتقول كل عام والامه الاسلاميه بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات امين. الله يكرمك ام حمزه، كل عام وانت بالف خير يا رب. ام عبد الله محمد بتقول كل عام والمسلمين اجمعين يا رب بعزه، كل عام واقصانا ومسرانا بنصر وتحرير، كل عام وزوجي واهلي بخير وعافيه، كل عام واليرموك كل عاملين فيها واسره بيتكم عامر بالتوفيق والنجاح، الله يجزيكم الخير، تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. برامج رمضان هذا العام جدا مميزه ونافعه، بوركت جهودكم قناتي المفضله ودمتم منبر اعلامي لبث العلم والايمان، بارك الله فيك يا ام عبد الله. ورسالة من ابتسام سمرين بتقول كل عام وأسرتي الغالية بخير، كل عام والأمة الإسلامية وأقصانا بخير، كل عام وأسرة بيتكم عامر بخير، الله يكرمك يا رب، وكل عام وكل أهلي وجيراني وصديقاتي بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. من ابتسام سمرين الله يسعدك يا ابتسام ويجزيك كل خير، وأكيد بنشكر مشاركتك ومتابعتك الدائمة. وميلا الحاج بتقول كل عام وعائلتي وأهلي وجميع المسلمين بألف خير يا رب، وإنتي بألف خير يا ميلا. ورانيا بتقول كل عام والأمة الإسلامية العربية العربية والإسلامية بألف خير، كل عام وزوجي وأولادي إخواني وأخواتي صديقاتي وجيراني بألف خير، تحياتنا لإلك يا رب يا رانيا. وشهرزاد زعيتر تقول كل عام وأنتم والجميع بخير، كل عام وأولادي إخواني أخواتي جميع المسلمين بخير، الحمد لله على نعمة الإسلام كفى بها من نعمة، الحمد لله على مرور شهر رمضان المبارك بخير، ربي يحفظ الجميع ويحفظ النعم علينا إن شاء الله، رمضان القادم إن شاء الله يكون الناس جميعا في رزق أوسع ويبعد الغلا عن الجميع، وكل عام وأنتم بخير جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين، كل عام وأنت بخير يا شهرزاد. وأحمد صغير بيقول كل عام والمسلمين بخير، ونسأل الله تعالى أن نكون والمسلمين جميعا من جند الفتح للمسجد الأقصى عاجلا غير آجل يا رب آمين آمين. شكرا يا أحمد، كل عام وانت بألف خير. نادر العسالي بيقول كل عام وأسرتي والأمة الإسلامية وأسرة بيتكم عامر وفريق العمل ومتابعين ومشاهدي بألف خير وصحة وعافية، بارك الله فيك يا نادر وأنت بألف خير، وإن شاء الله العيد القادم نصلي في المسجد الأقصى المبارك يا رب، اللهم آمين آمين. تسنيم بتقول كل عام وعائلتي وأهلي وجميع المسلمين بألف خير يا رب، الله يديم العيد بلمته الكاملة ويرحم فقيدتي جدتي الغالية ويجمعنا فيها بالجنة يا رب، الله يرحمها يا رب، وإن شاء الله كل عام وإنتي وأهلك كل خير. تسليم دعاء صغير بتقول كل عام ووالدتي وزوجي وأولادي إخواني وأختي وكل أحبابي بخير وهدات بال، اللهم آمين، وكل عام وإنتي بخير يا دعاء. وفلسطين العربية بتقول بهدي التهنئة بالعيد إلى المرابطين في أرض فلسطين بالمسجد الأقصى المبارك، كل عام وهم كل عام بالعون ثابتون. ثابتون إن شاء الله يا رب، ومحققين حريتهم ونصرهم الذي وعدهم به رب العزة، اللهم آمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، كل عام وأنت بخير فلسطين. نهى ياسمين محمد أهديكم باقات ورد وفل وياسمين، وأهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، وأنت بألف خير يا نهى أنت وأحبابك، وشكرا على باقات الورد. يعني هاي كانت رسائلكم متابعينا الكرام ومشاركتكم عبر صفحة بيتكم عامر،
بنشكر تفاعلكم الدائم وبنشكر تواصلكم معنا. أكيد نتمنى دائما زينوا لنا الصفحة بمشاركاتكم الحلوة وتتواصلوا معنا عبر المسجات إذا عندكم أي اقتراحات إن شاء الله لقادم الأيام، وتقبل الله طاعاتكم متابعينا. إذا مشاهدينا أيضا بدنا نخبرهم رانيا أنه في حلقة للعيد خاصة سنستمر أيضا في استقبال تهانيكم ونعرضها على شاشتنا من خلال صفحتنا، صفحة بيتكم عامر. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا كما وصلنا لنهاية شهر رمضان، وكما قلنا دائما يعني لكل بداية النهاية، سبحان الله، والخيل في نهاية المضمار بتشد ما بتغفل حتى تفوز بالسباق. لازال أمامنا ساعات وإن شاء الله نفوز فيها بالأجر العظيم، وأيضا العيد أجر كذلك. يعني متابعينا الكرام نحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وحبابكم بألف خير وبيوتكم دائما عامرة بالطاعات والمسرات، وطننا الحبيب بألف خير، وإن شاء الله كل عام إن شاء الله والمسجد الأقصى بألف خير. نودعكم على أمل أن نلقاكم في قادم الأيام، تقبل الله الطاعات، وأكيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.